أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا ندوات ومؤتمرات. من داخل جامعة عين شمس بنتابع مع حضرتكم الدورة التدريبية الخاصة للموظفين والعاملين داخل هذه الجامعة العملاقة، والتي تستهدف دائما تطوير الأداء الوظيفي وحل الكثير من المشكلات الاجتماعية والوظيفية داخل هذا الصرح. النهاردة بنتابع محاضرة على درجة كبيرة من الأهمية، هي علاقة المدير مع الآخرين. كيف تكون هذه العلاقة وكيف تؤثر تأثير إيجابي، وكيف نبتعد كثيرا عن التأثيرات السلبية، ويؤدي العلاقة ما بين المدير والموظفين علاقة إثمارية وعلاقة تنموية بتؤدي إلى زيادة العمل وزيادة الإنتاج. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا اليوم الأستاذة الدكتورة شيماء السيد الشرقاوي، دكتوراه في التربية تخصص صحة نفسية. أهلا وسهلا بك دكتورة. حضرتك أهلا وسهلا بك يا فندم، الله يخليك. دكتورة، يمكن في البداية لما بنتكلم على العلاقات أو العلاقة ما بين المدير والآخر بنقول إنها علاقة تكاد تكون علاقة متشعبة ولها أطر نفسية وأخلاقية أيضا. اسمحي لي، عاوزين نعرف هذه العلاقة واهتمام الصحة النفسية بهذا الجانب من العلاقات. هي عبارة عن علاقة طردية، يعني طبعا كل ما كان المدير ان هو متجاوب مع المرؤوسين بتوعه موظفينه، كل ما كانت الانتاج اكتر، كل ما كان حبهم للعمل، حبهم للاندماج اكتر في العمل بتاعهم، ان هم يدوا احسن واكتر، والكفاءه الانتاجيه بتاعتهم ده من خلال تقبلهم للمدير. المدير ممكن يكون كويس وممكن يكون سيء. بمعنى كويس ان انا اقدر ان انا اتقبل الشخص اللي قدامي، ما بقاش دايما اعاتب، دايما الوم، دايما اعنف، دايما انا في شخص واحد بس هو اللي انا مشايله كل الشغل والباقيين انا راكنهم، ما بيقبلش النصيحه، ما بيقبلش النقد، ما فيش فرصه ان هو يقعد مع الموظفين بتوعه يتكلم معاهم. ده بيؤدي ان بيحصل فيه هبوط في العمليه الانتاجيه بتاعته، هبوط في المؤسسه اللي احنا بنسميها السلامه المهنيه، خلاص انعدمت. يبقى الموظف عندي ما بقاش عنده الصحة النفسية بتاعته، بقت متوترة، بقى الاسترس بتاعه عالي، كل همه في الوجود ان هو يخرج من المؤسسة. همشي امتى؟ ابص على الساعة، طب فلان هنمشي الساعة كام؟ ده همه، مش همه مثلا ان لا انا هدي علشان اكون عند حسن ظن المدير اللي انا بحبه، او عشان ما افقدش ثقته فيا. لا، هو نزع الثقة منهم وخلاص. في ساعات نلاقي ان المدير يعمل حاجة عجيبة جدا، يقول ايه، احنا هناخد شخص معين، الشخص ده انا بينه صداقة او بيزنس بره، الشخص ده هو المنوط بالترقيات، والباقيين كلهم عاديين بقى لان هو ده المقرب مني بره الشغل، فانا العاطفة هتغلب على العلاقة المهنية. دكتور، خلينا يعني ناخد الموضوع يعني جزء جزء حتى عشان نفهمه مع العاملين والسادة المشاهدين. الجانب الخاص بهذه العلاقة بنلاقيها لابد أن تكون في تراك محدد. الإطر الوظيفية بتحدد للمدير أعمال معينة، ومش بس كده، ده قبل ما بيحتل مكانه كمدير أو كمسؤول لابد أن يحصل على دورات معينة تؤهله لهذه العلاقة. اسمحي لي، مثل هذه الدورات النهاردة يمكن بنوجهها للموظفين أكتر ما بنوجهها للمديرين، وإن كان المديرين بيبقوا موجودين معه. اسمحي لي، هذا الجانب هل هو مفروض وظيفيا بشكل قانوني على كل مدير يحتل مكانة أو موقع لا يحتلها إلا بحصوله على هذه الدورة؟ طبعا هو المفروض ان احنا حاليا موجود في كل مؤسسه حاجه اسمها علاقات عامه، وفي حاجه اسمها دورات تدريبيه للموظفين بتوعي. المفروض ان انا بعمل شوف نقاط الضعف بتاعت الموظف بتاعي بيعاني من ايه، ابدا ادرسه عن طريق مجموعه من المقاييس بعملها، وهو بيختار او بيعلم على بنود معينه فيها، وبناء عليها انا بحدد ايه هو البرنامج التدريبي اللي انا هقوم بيه مع الموظفين بتوعي. ومن خلال الإدارة التدريبية فانت. بالظبط كده، ومن خلال البرنامج ده أنا أقدر إن أنا أقيم أو أعالج نقطة الضعف الموجودة عند الموظف بتاعي. يعني إذا المدير هنا هو خاضع ليه نوع من الاختبار النفسي علشان نعيد تأهيله. هل هناك من المديرين من يقاوم، خصوصا بقى المديرين في الإدارة العليا؟ كل ما بيترقى المدير كل ما بيبقى فيه مسؤوليات أكتر، كل ما بيكون عليه أداء وظيفي أعلى، هو معرض لمرض نفسي أيضا من ضغوط العمل ما من الآخر، فلا ينعكس هذا المرض على الموظفين. هل الوظيفة تحدد له هذا العمل ولا بد أن يكون تشريع قانوني فيه بيلزمه بهذا الأمر، بيلزمه بهذا الاختبار؟ وهل ممكن أن نلزم المدير هنا باختبار نفسي علشان نعيد تقييم أدائه؟
لا هو في حاجة اسمها مثلا زي دورات القائد الناجح، دي الدورات في التنمية البشرية، دي هو اختيارية للأسف، مش إلزامية، لا لا هي اختيارية. لو هو حابب إن هو ينمو بمؤسسته ويحتوي الموظفين بتوعه ويكون لهم قدوة وأب وأخ وزميل، يقدر إن هو ياخدها. في موظفين تاني، في مديرين تانيين بيتجهوا لحاجة اللي هي التعسف الإداري، ان هو بيبقى في عنف في المعاملة، في عدم تقبل للآخر، ما فيش أعذار، ما بيلومش كتير حد معين، وفي حد معين أنا بلومه دايما في هي التعسف في اتخاذ القرار منفرد وليس مشترك مع الآخرين. بالظبط كده. هنا عاوزين نوصل برضك أيضا إلى الجانب الخاص بالتقارير السرية. يمكن هذا التقرير السري هو ده اللي بيعطي للموظف أحقيته يمكن في الترقي، يعطي أحقيته في الحصول مثلا يمكن على الحوافز والبدلات بشكل معين، بيحدد علاقته حتى في هذه الشيء السري. في عدد كبير من الكيانات هذه السرية لا تتم إلا بوجود المدير والموظف، وهنا يطلع المدير الموظف على تقريره السري ويناقشه، انا هديك كذا وليه، لا لابد من هذه المناقشة. هل هذا من الأطر النفسية ايضا في طبيعة المناقشة قبل يعني توقيع الجزاء او كتابة التقرير السري؟ بالظبط، دي من اساسيات نجاح القائد والمدير الناجح، ان هو لازم يبقى في حوار ما بينه وما بين الموظفين بتوعه، ويفتح بابه لهم ويتقبل النقد والنصيحة. اما بالنسبة للتقارير بتاعته فهو حاليا في المؤسسات ما فيش اللي هي نقطة السرية دي. في نقطة تانية اللي هي بتعمل زي الإحباط الوظيفي، زي بيجي لنا في العيادات النفسية في ناس تقولك أنا اتعقدت، أنا جالي اكتئاب، أنا جالي إحباط، ده ليه يا دكتورة؟ أنا مش عارف أعمل إيه، أنا خلاص أنا هسيب الشغل. طب أنت هتسيب الشغل وبعدين؟ طب في أسرة وفي ناس ملزم بيهم، وغير كده في احتياجات في المؤسسة، أنت لما هتسيبها هيسقط حاجة في المؤسسة، يبقى كده الكفاءة الإنتاجية بتاعتي هتضعف ويحصل فيه هبوط في الإنتاج بتاعي. فاحنا بنلجأ بقى ان احنا ايه، طب تعالى، طب خد الجلسات وخد مثلا بعض الادويه. في ناس اول ما بتاخد الادويه وبتاخد الجلسات من اول حاجه كده تحس انها اتحسنت، بتوقف على طول العلاج وبترفض انها تروح العياده النفسيه، خصوصا ان احنا في مجتمع ما بيتقبلش حاجه اسمها المرض النفسي. يعني مجرد ان واحد يقول ده مجنون، ده انا هروح اقول على نفسي مجنون، ده مراتي تسيبني، ده ابني ما يحترمنيش، لان ثقافه المرض النفسي منعدمه عندنا في المجتمع العربي شويه. احنا عاوزين نفصل ما بين المرض النفسي بالنسبه للطبيب النفسي والطبيب الاجتماعي او الاخصائي الاجتماعي. هنا دور الاخصائي الاجتماعي اكتر من الطبيب، لان انا مش هدي له دواء، مش عاوزين نخوف الناس اللي هتروح للاخصائي النفسي يقول والله خد دواء. يمكن دي بعض المهدئات يا دكتوره، وامتى بنكتب الدواء؟ لان الدواء ده بيعتبر نوع من يعني من العلاج الكيماوي، وده بيخرج عن اطار الاخصائي النفسي. لا لا، هو في بعض الناس عندها فكرة خاطئة عن العلاج النفسي بالأدوية، بيقول لك لا ده انا كده هدمن العلاج ده، مش هقدر ان انا اتعالج، مش هقدر ان انا اكون كويس الا لما اخد الدواء ده. لا، هي بتبقى فترة مؤقتة، وبعد كده بتخش في حاجة اسمها جلسات نفسية، اللي هو البرنامج الزمني اللي احنا بنعمله للحالة بتاعتنا، سواء كانت فصام، احباط، اكتئاب، انطواء، ده كله بيحصل بسبب الاحباط في المؤسسات عموما. بنقول الهدف من هذه الدورة يا فندم ايه؟ الهدف الفعلي منها؟ الهدف الفعلي احنا نرفع كفاءة المؤسسة بتاعتنا اللي هي طبعا جامعة عين شمس، وتصبح كل الموظفين فيها خاليين من جميع الأمراض النفسية، وده اللي احنا بنأمله وبنطمحه دايما فيهم. طب والمسبب المرض يا فندم؟ احنا الكلام ده هنوجهه للموظفين وللمديرين وليس في معزل. بالأخص لأن احنا المحاضرة النهاردة بتتكلم عن المدير والعلاقات مع الآخر. عاوزين نربط هذه العلاقة بعلاقة تساؤلية، يعني أنا أؤدي عملي ولكن في إطار مسؤولية وعلي تساؤل مفروض أنا بوجهه من الإدارة. يعني معنى كده أن الموظف من حقه أنه يحط بعض التقارير السنوي، مش تقرير سنوي، آراءه حتى بالأداء الوظيفي اللي قام بيه وانعكاسات ده وبعض الأشياء اللي ضايقته. من هنا يبقى في نوع من الشفافية بحيث أن المدير يغير من أدائه ويشوف إيه نقاط الضعف. هذا الجانب يخصه بجانب الإدارة بقى العليا اللي هتبدأ تقيم أداء المدير وتبدأ تحاسبه، مش تحاسبه تقول له لا ده أنت محتاج دورة تدريبية في كذا، لا أنت المفروض تغير اتجاهك من كذا. هل ده مفروض وبيحصل في بلدنا وبيحصل بره؟ هو موجود بس يعني اكتر في المؤسسات الحكوميه، لان هي بتبقى لها قوانين معينه مثبته، اما في القطاع الخاص طبعا بيبقى صعب.
صاحب الشركة هو المهيمن انا الأخير. عاوز المؤسسة بتاعتي تبقى التوب، ما يهمنيش ايه بقى بعد كده، حد اثر انا هشيله المكان واحط غيره. ده في مصر يا فندم، لكن في الخارج ما بيحصلش. في الخارج بيبقى أي مدير بيشوف أي حاجة بيقول له معلش بعد إذنك أنا هحولك للطبيب، مش عشان حاجة، علشان تستريح شوية. تمام. وبعدين ثقافة المرض النفسي هناك عادية جدا، اه انا رايح لطبيب نفسي انا هتعالج وهبقى كويس، لكن هنا بيرفضها المجتمع بان هو مثلا يبص له نظرة مش كويسة، او ان ازاي مثلا يتقال على فلان دي او دكتور فلان ان هو مريض نفسي، طب فبحس ازاي نغير الموضوع الثقافة دي صعب. يا دكتورة؟ هل نخليها في شيء وعي في حقيقي؟ طب ما ايه تاني يا فندم؟ ان احنا نعمل ندوات عن المرض النفسي، وان احنا المرض النفسي ما هوش عيب، لا زيه زي اي زي مرض، المرض الجسدي زي يعني. اه زي مثلا عيني بتوجعني ودني بتوجعني فبروح للدكتور عشان اخف. ده برضو محتاج ان هو يتعالج، لان لو ما اتعالجش ممكن يوصل بعد كده بيا لفصام، ويوصل بيا لاضطرابات في الشخصيه بتاعتي بتؤدي ان انا ما بقدرش ادي العمل بتاعي على اكمل وجه. الاضطراب النفسي بيؤدي الى اضطراب عضوي يا دكتورة. أهم الأمراض المرتبطة بالاضطرابات النفسية بالنسبة للأداء الوظيفي إيه؟ والله هو كتيرة، يعني مثلا اقول لك القولون العصبي، هبوط في القلب، اغماءات، يبقى مثلا ماشي في امان الله كده بص لقوه سقط خلاص، هو تنه يتحمل كتير 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 التوتر العصبي والضغط، بالظبط، او ضغط الدم، توتر عالي عليه فخلاص حصل له هبوط فنازل السكر أيضا. بالظبط، او الضغط. آخر ما تقدمينه من نصائح للسادة المتدرجين، وطبعا فيهم هناك موظفين وهناك أيضا مديرين عموم ومديرين مسؤولين، قولي لي حضرتك إيه النصائح اللي ممكن نوجهها بحيث إن تبقى العملية أكثر مرونة وهنا الإنتاجية أعلى؟ ان انا ما يعني بالنسبه للمديرين، هتكلم مع المديرين الاول، ان انا ما اتخذش من السلطه بتاعتي موضع سادي، او ان انا تاخد من السلطه بتاعتي ان انا اكون متعسف اداريا مع الموظفين بتوعي، بالعكس احاول ان انا احتويهم، افهم هم عايزين ايه، ايه اللي عاجبهم في الشغل بتاعي، ايه اللي مش عاجبهم، ايه اقتراحاتهم، ايه نقدهم ليا، وابدا ان انا استشيرهم. ما تبقاش القرارات بتاعتي قرارات فرديه او احاديه، لازم تكون قرارات جماعيه. بالنسبة للموظفين، ان انت حاول تكون عندك الشجاعة بان انت لما تشوف حاجة مش كويسة في المؤسسة تروح في مكتب اسمه مكتب العلاقات العامة موجود عندك في الشركة، تبدأ تتكلم مع مسؤول العلاقات العامة وتتكلم معاه تقول له انا شايف ان ده ممكن تكون انت فكرتك غلط او انت فاهم. العلاقات العامة الموجود فيه أيضا مرؤوس للمدير. ايوه لا بس في الاول والاخر هو زي وسيط ما بيني وما بين المدير بتاعي، انا ما اقدرش ان انا اوجه له النقد مباشر، او انا ما عنديش الجرأة اقدر ان انا اتكلم معاه هيفهمني. ممكن يكون المدير وقتها كان يقصد ضغط معين للعمل علشان احنا عايزين انتاجية معينة، وانا تخيلتها على محمل ان هو متخذني انا عدواني تجاهي، لا يعني المفروض نتفهم المواقف اللي حوالينا في طبيعة العمل وتحديد الشغل وأسلوب الشغل والأداء الوظيفي ده اللي بيخلي الناس ملتزمة، سواء كان مدير رئيس أو مرؤوس. عاوزين نتعلم إن إحنا عارفين أدوارنا إيه، ما يبقاش في حد جاهل، ما يطلبش منه شيء مش مفروض يعمله فيعمله فيخطأ فيه أو يخطأ وياخد العقاب الغلط. لابد أن يرجع إلى الإدارة، لابد أن تكون المجموعة كلها متوائمة مع بعضها بترفع الظلم حتى لو لقيته على حد من الموظفين. يعني مش مفروض أن الجماعة تبقى موجودين واثنين أو ثلاثة مظلومين يبقى يسيبوهم لأن هم ما ضروش، لا لابد ان هم كمان يكون لهم دور ايجابي. بشكرك دكتوره وبتمنى لك مزيد من التوفيق ان شاء الله، ونشوف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذه المحاضره الجميله اللي بتدفع دايما المدير الى التطوير وايضا العاملين. شكرا لك يا فندم، شكرا. شكرا لحضرتك. اجي اتكلم كمدير، طبعا اكيد مريتي باللي انا قلته ده كله، اكيد اجي اتكلم كمدير مع الموظف بتاعي واقول له حضرتك انت الاداء بتاعك 1 2 3، واتفاجأ ان هو لا 1 ولا 2 ولا 3، بل هو بيطالبني بحاجات تانية خالص، ومفروض ان انا الاقي منه علشان اقدر ان انا ادي. وكذلك الامر في بعض الموظفين يقول لك ايه، لا انا المدير بتاعي مش قادر، مش فاتح بابه ليا. معنى ايه؟ ان هو لا بيتقبل نقد ولا نصيحة، دايما عاطي الشغل عليا انا بس، سايب بقية زمايلي ومش عارف ايه. في ناس بتمر برضو بالضغوطات الايه النفسية دي. فاحنا هنتكلم النهاردة عن الصحة النفسية كمفهوم داخل المؤسسات، وخصوصا الجامعات هنا زي جامعة عين شمس. هنشير طبعا
لحاجه اللي هي ايه، وضع البرامج، وضع البرامج اللي هي النفسيه. نادر جدا 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 اما الاقي حد جاي يقول انا تعبان نفسيا من حاجه معينه. ليه؟ لان احنا في مجتمع بالظبط، برافو عليك، لان في ايه، الثقافه بتحتم عليا ان ده مجنون، ده مش عارف ايه. لكن المرض النفسي كتعريف هو كذا اتجاه، مش اللي هو الجنون، لا، ممكن تكون حاجه خفيفه ممكن تؤدي بعد كده مع بيقول لك ايه، التراكم، تؤدي المرض ما اقدرش اعالجه بعد كده. او بمعنى ادق، انا مثلا ممكن اكون عندي مرض زي الفصام وبكون باخد له ادويه وبوقفها اول ما بحس ان انا بدات اخف، الموضوع هيجي اكتر من كان الاول. في ناس تانية بتقول لك ايه، انا لو خدت ادويه انا اصبحت مدمن، انا مش هروح للدكتور النفسي. ده غلط على فكرة. الأدوية بتاعت العلاج النفسي عمرها ما كانت وجه من وجوه الإدمان، أو كانت يعني زي ما بيقولوا إيه، عرض من أعراض الإدمان. بالعكس، ده بتساعدني، بتأهلني. برافو عليك. في ناس ده جانب بالظبط يا فندم، ده جانب. اسم حضرتك مدام منصورة؟ أهلا وسهلا مدام منصورة، كويس بالظبط كده. في مضاعفات ليها، ولكن انا باخدها تبع ما الطبيب ما بيقول. يعني مثلا مش انا عشان انا ايه مش عارف انام، لا خلاص يلا ها كوب شويه الميه وترمي على المخده، محدش يحس بيا. بالظبط كده، لا انا حسب تعليمات الطبيب بتاعي زي ما هو ما بيقول. طيب انا حسيت بالاعراض النفسيه دي ظهرت عليا خصوصا بعد ما بدات اشتغل في مؤسسه ما، بدات احس ان انا ايه، حصل عندي حاجه زي كبت، حصل عندي احباط، احباط، حسيت ان انا ايه، كنت جايه جوايا شحنه ايجابيه وطاقه هتهد الدنيا دي كلها، ومجرد ما دخلت المؤسسه وقعدت على المكتب كنت واقف كده بس ايه ده، انا المفروض ما اكونش هنا، مش ده المكان اللي انا المفروض ادي فيه، مش ده تخصصي اصلا، انا دارسه كذا كذا كذا، المفروض ان انا هطبق اللي انا درسته ده. اتفاجئ بالعكس تماما، المدير يقول لك ايه، مشي حالك يلا اشتغل. بقول لك ايه، ما تبقاش حنبلي كده، انا عايزك تسلك الامور. طب يا فندم لا، ده المفروض 1 2 3، لا مش عارف ايه، اللي هو ايه، اللامبالاه والتفوق الانتاجي. انا عايز الانتاج بتاعي في فتره زمنيه معينه، مش مهم انت بقى. بالظبط ده. تيجي تبصي في الناحيه الثانيه، في بعض المدراء اللي هم السيئين، اللي هو دايما بيعاتب، دايما بيلوم، دايما بيدي فوق الطاقه. يعني مثلا الواحد له تحمل معين، انا بدات ازود وبدات اعمل زي حاجه اسمها ايه، تحميل، واعمل ضغط نفسي على الموظف بتاعي ده. الموظف ده هيحصل له، الموظف ده هيحصل له زي حاجه زي ايه، احباط، انطواء، فوبيا معينه تجاه شيء معين في المؤسسه، خلاص انا ما عدتش عايز اخش المؤسسه دي. ما حدش مدرك ده، بس انت بدات تعمل حاجه لا اراديه، ان انت بدات بتيجي ما تلتزمش بميعاد الوظيفي بتاعك. انا مثلا المفروض ان انا ادخل المؤسسه هنا الساعه 8، الساعه 10 وايه يعني لما اجي الساعه 10، مش مشكله، مش فارقه، ما هو انا وجودي زي عدمه، مش حاسس بوجودي، مش حاسس باهميتي، مش حاسس ان الناس مقدره اللي انا بعمله جوه المؤسسه بتاعتي. وفي الاخير الاقي في مثلا في واحد تاني سين من الناس، يبقى مامته مش عارفه مين للمدير وباباه مين للمدير، او هو صديق شخصي للمدير في النادي. طبعا دي حاجه كارثه بقى. طبعا بص، تلاقي الترقيات بدات لمين، للاخينا التاني ده، وانا قاعد بقى انحت في الصخر. ولا اذكر، ولا حتى اسمي بيذكر في الاجتماعات. يعني انا ببقى قاعد كده، طب انا اسمي هيجي امتى؟ ما بيجيش. انت بتقوم بتروح. بالظبط، ده اللي بيزعل.
الجانب الأدائي والوظيفي دايما في حالة من حالات التطوير، وهناك فائدة كبيرة من وجود عدد كبير من الموظفين سواء كانوا مديرين أو مرؤوسين في هذه الدورة. معنا الأستاذة عبير زكي علي مشرف، هي سكرتيرة الحسابات. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة عبير. طبعا بنهنئك طبعا على حضورك لهذه الدورة، وبنتساءل عن أهميتها بالنسبة ليكي كرؤية شخصية. هي طبعا وعي كبير جدا جدا، ومفروض الواحد كان ياخدها من سن اصغر من كده بكتير، انما برضو الواحد فرحان انه لحق الوقت وحصل عليها برضو، لان بتوعي وبتنور كويس جدا. دي اول محاضره تحضريها؟ لا، ولا حضرتي قبلها كده؟ اول حضرت قبل كده محاضرتين، لكن دي اول دوره تشاركي فيها؟ لا، حضرت قبل كده دورات بس كلها في الكمبيوتر والحاسب. الدورات الخاصة بالثقافة العامة التاريخية والفكرية وفهمنا يمكن عن أطر كتيرة جدا محتاجين نعرفها، هل هي في صف الموظف؟ هل هي في أهمية في دائرة اهتمامه وحرصه؟ الدورات التثقيفية مفروض تبقى موجودة في يعني عند الأطفال في الكيجي، مش مفروض نستنى لما الشخص يكبر ونغير له مخه من أول وجديد. لازم تبقى موجودة من يعني تبقى مادة موجودة زي يعني مادة من المواد الدراسية. لما أنا النهاردة أكون ضعيفة في أي مادة من المواد العلمية سهل جدا أنا أخد درس فيها وأبقى كويسة، إنما التوعية عمري ما هقدر أحصل عليها وأنا سني كبير، لازم تبقى موجودة معايا من صغري. عايزين نتكلم على أنا كموظف في الدولة، بشتغل ساعات معينة من العمل، عندي التزامات في البيت، عندي حاجات كتيرة جدا ممكن تشغلني، هل بلاقي وقت بالنسبة لحضرتك، وقت معين للقراءة، وقت معين للاطلاع، الجورنال مثلا بصفة يومية بدخل على النت أبحر فيها أعرف بعض المعلومات، هل الموظف حاليا بيلاقي الوقت لده، ولا أغلب الوقت يبقى العمل والباقي كله مدين له البيت بالنسبة للمرأة حتى على وجه التحديد؟ هو الوقت يقدر يساعد حاجات كتيرة لو توظف صح، بس طبعا بما ان احنا يعني وظيفتنا بتبقى مثلا ممكن تبقى موجودة في أماكن بعيدة عن البيت، ده بيستهلك وقت، ممكن يبقى في حاجات كتيرة يعني عوائق بتخش للشخص بتحطه في مواقف يعني تهدر له وقت كتير جدا، إنما الوقت في حد ذاته ممكن ينجز لك حاجات كتيرة جدا لو هو في تنظيم من البداية من الأول خالص. يعني موقع مكانه فين، شغله فين، دراسته يتحط في موضعه ومكانه صح. أنا بعتب على الحتة اللي يقول لك يعني اشتغل أي حاجة عبالة ما تلاقي. لا طبعا أنا ما كنتش بحضر السنين دي كلها في تعليم، يعني لما أكون مضيعة أكتر من 20 سنة في تعليم حاجة معينة والاقي نفسي في جهة غير المكان اللي انا اتعلمته، يبقى انا رميت تعليم في الزبالة، المفروض انا استفيد بيه. استاذة عبير، هل تقرأين كثيرا يعني خلال هذه الدورة، وعرفتي حاجات معينة لابد ان تستكمليها فهما وقراءة واطلاعا؟ بأمانة ربنا انا كنت بقرأ كتير جدا لما كنت ايام الدراسة والثانوي، ولما كنت في مراحل التعليم كان اقرأ قصص واقرأ حاجات في الاهرام، انما النت بأمانة ربنا انا عن نفسي انا شايفاه انه تضيع وقت اكتر من اللي هستفيده بيه، يعني الوقت اللي هضيعه فيه اكتر. ليه؟ لانه كله ما بيضيفش معلومات وما باخدش منه حاجه، يعني هو عباره عن تسليه، مش مساله ان هو يعني اذا كنت هتستفيد منه بمعلومه صغيره حتى ما انتش واثق اذا كانت المعلومه دي صادقه ولا مش صادقه. توسع علاقاتك بس دايره علاقاتك، لكن ما بفيش استفاده فعلا. ايوه. بنقول ايه لزمايلنا وزملاتنا اللي ما شاركوش معانا، اللي قالوا لا ده مجرد تضييع وقت، لا ده مش هستفاد منه، خليني احسن على مكتبي، رغم ان المكتب بيديله تايم مناسب في وقت مناسب؟ والله انا شايفه ان المفروض الدورات دي او الندوات دي تتعمل يعني عامه، تتعمل في الازهر، تتعمل في الجامعات لعامة الشعب، مش شرط انا اكون بشتغل او انا ممكن اكون ست بيت واروح مكان زي كده ممكن اعرف حاجات كتيره اربي ولادي، انتج اكتر من الموظفه اللي تبقى موجوده هتفيد في شغلها. الموظفه هيجي سنه وحياتها هتطلع منه معاش، انما مربيه البيت دي ممكن لما تنور لها مخها دي هو ده الناتج الحقيقي، يعني ده الناتج. الله عليك، انت طرحتي حاجه جميله جدا واحنا فعلا عاوزين نوصي بيها، هي ان يكون هناك في المجتمع يعني اناس متحركين في اماكن مختلفه ليقدموا المعلومات لكل رب بيت، لكل موظف في عمله. حضرتك مالكي دور بعض هذه المعلومات ان يعني تجعلي هذه المعلومات أكثر انتشارية، هل بتنقلي هذه المعلومات وهذه الأفكار الجديدة اللي اكتسبتيها إلى زميلاتك، إلى أولادك، إلى الزوج، إلى الأهل، هل بتقدمي هذه المعلومات؟ على قد ما بقدر إن أنا بنقل، بس طبعًا حضرتك عارف إن نقل المعلومة ليها تخصصها وليها أساتذتها وليها أسلوبها، ليه؟ النهاردة لما يكون أستاذ وبتيجي تسأله غير لما بيكون واحد
قعد حضر محاضره من استاذ ما يعرفش يقولها زي ما الاستاذ، والا كان كل واحد مسك حاجه خلاص طلع قالها وخلاص على كده. هو اسالك على الاداء الوظيفي لحضرتك، هل حاسه ان الاداء ممكن يتغير بعد هذه الدوره؟ والله اتمنى الاداء كل واحد ياخد في مكانه، وكل واحد يعني يبقى له تخصصه ومجاله، هيفيد اكتر بدل تضييع الوقت، لان احنا بنضيع وقت جامد جدا. استاذ عبير زكي بشكرك على هذا اللقاء، اتمنى لك مزيد من التوفيق. متشكره جدا، ميرسي خالص.